مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الرابعة اللي هي متعلقة بالإي ليرنينج، التعليم عن بعد، في المادة بتاع كوست أكاونتينج 2. طبعا احنا المرة اللي فاتت يا شباب أخدنا درس جديد اللي هي البروسيس كوستينج سيستم، أو اللي هي البروسيس كوستينج أوف برودكشن سيستم، اللي هو نظام تكاليف المراحل الإنتاجية. وطبعا أخدنا مسألة كيس ستادي عليها. النهاردة هدي لك برضو مسألة تانية برضو شبيهة بالكيس ستادي اللي فاتت، طبعا اللي هي كانت المحاضرة اللي فاتت، اللي هي طبعا نزلت على القناة، اللي هي المحاضرة الثالثة. النهاردة إن شاء الله هناخد بروبلم تانية برضو متعلقة بالبروسيس كوستنج أو برودكشن سيستم، علشان المعلومة تثبت لحضراتكم بالنسبة للدرس ده طبعا، أو التوبيك اللي المفروض اللي احنا حضراتكم درستوه مع بعض المحاضرة اللي فاتت. طبعا اول حاجه طبعا قبل ما ندخل على الكيس ستادي عايزين نفهم الاول. طبعا انا المره اللي فاتت شرحتها لك بشكل عام، بس انا النهارده تعمدت بقى ندي الجزء الثريتيكال اللي هي المتعلقه بالبروسيس كوستنج اوف برودكشن سيستم. فدلوقتي عايزين نعرف وات ذا مينينج اوف البروسيس كوستنج اوف برودكشن سيستم. فهو بيقول لسيادتك ان البروسيس كوستنج ميثود از ابليكابل تو ذوز اندستريز مانيفاكتشرنج ا نمبر اوف يونتس اوف اوتبوت ريكويرنج بروسيسنج. ان هو بيقول لك ده اسلوب خلاص او نظام، ان هو اما بيقولوا عليه process costing method او or the process costing system. بيقول سيادتك ان ال process costing method is applicable، ان هي قابلة للتطبيق to those industries manufacturing، بتطبق في مجال في مجال الصناعات، في مجال الشركات الصناعية، الشركات اللي بتصنع منتجات او المصانع، a number of units of output requiring processing، اللي بتقوم بتصنيع عدد من وحدات الانتاج اللي بتتطلب منها المعالجة او الايه او المرحلة. قال لك here an article has to undergo two or more processes for reaching the stage of finished goods and succeeding process till completion. Again, here an article has to undergo two or more processes for reaching the stage of finished goods and succeeding process till completion. قال لك ان هو من خلال الارتيكل اللي طبعا اللي ظهر من حضرتك على الشاشه، ان هو بيقول لك لما بتيجي تشتغل في مرحلتين، لما بتشتغل على two process او more than two process، بتوصل للاخر لمرحله السلعه النهائيه اللي هي الفينيشد جودز. فهو بيقول لك دي من ضمن عمليه النجاح حتى لما بتيجي تنتهي عمليه الايه المرحله نفسها. فهو بيقول سيادتك ان كل مرحله انتاجيه عشان تحسب الكوست بتاعتها، فبالتالي هو بيبتدي المرحله الانتاجيه بتاعتك بتبتدي بالرو ماتيريال، ومن الرو ماتيريال بتنتهي للفينش جودز. لو المرحله انتهت من اول ما بدات من الرو ماتيريال وتنتهي لشكل الفينش جودز، دي كده تعتبر ان المرحله نجحت، وكده اتحولت الماده الخام من الرو ماتيريال للفينش جودز. فطبعا خلال المرحله دي هعلمك طبعا زي المحاضرة اللي فاتت بالظبط، اننا اللي احنا خدنا مع بعض ان انت ازاي تحسب الكوست بتاع لأي بروسس لأي مرحلة، وازاي ان انت تحسب الكوست بتاعت. عشان تحسب الكوست لأي بروسس عبارة عن البروسس كوست، how to calculate the process how to calculate the cost of process of production system. The cost may be classified into two categories. The cost of process of production system may be classified into two categories. Which categories? Direct material and convergent cost. Direct material and convergent cost. عشان حضرتك تحسب خطوات ان انت ازاي تحسب الكوست اوف بروسيس اوف برودكشن سيستم، متقسمه لحاجتين. ذا كوست اوف بروسيس اوف برودكشن سيستم مي بي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز. ويتش كاتيجوريز؟ عباره عن انت ازاي هخليك ازاي تحسب هاو تو كالكوليت الدايركت ماتيريال، وبعد كده اول ما بتخلص الدايركت ماتيريال بتحسب بقى الكونفرجنت كوست اللي هي تكاليف التحويل. الكونفرجنت كوست دي يا شباب اللي هي عباره عن ايه؟ الكونفرجنت كوست، الكونفرجنت كوست اللي هي ذات مينز الايه، ذات مينز الدايركت ليبر اند الاندايركت overhead. الconvergent cost اللي هي عبارة عن that means direct labor and indirect overhead cost. طيب هنا طبعا اللي ظهر عند حضرتك على الشاشة بتوضح لك ايه الفرق ما بين، وطبعا ده مهم جدا تبقى عارف what is the difference between job order costing and process costing.
What is the difference between job order costing and process costing؟ ايه الفرق ما بين الكومباريزون بين الجوب اوردر كوستنج والبروسيس كوستنج؟ بيقول لي سيادتك ان الجوب اوردر ايه الفرق ما بينهم؟ وطبعا الفرق ما بينهم ده مهم جدا. بيقول لي سيادتك ان الجوب اوردر كوستنج نمبر 1 هاو تو برودكشن از باي سبيسيفاي اوردرز، ان بيقول لك ان الانتاج بيكون دايما بيتحد معتمد، الانتاج دايما معتمد على تحديد الطلبات، ان البرودكشن از باي سبيسيفاي اوردرز. نعم ده بالنسبه للجوب اوردر كوستنج. بالنسبه للبروسيس كوستنج قال لك ان البرودكشن از ان كونتينوس فولو، بتكون دايما في تدفق مستمر، ان البرودكشن از ان كونتينوس فولو ذا برودكتس بيجينج هوموجينوس. بيقول سيادتك وان المنتجات بتكون دايما متجانسه، المنتجات هوموجينوس يعني متجانس، يعني كلها بتكون زي بعضها. فده طبعا ده من ضمن اهم الاختلاف او الكومباريزون بين نمبر 1 الجوب اوردر كوستنج اند بروسيس كوستنج. نمبر 2 كوستس ار ديتيرمايند باي جوبس اور باتشز اوف برودكتس. كوست ار ديتيرمايند باي جوبس اور باتشز اوف برودكتس، بيتم تحديد التكاليف من خلال الوظائف او مجموعات المنتجات. اما نمبر 2 بالنسبه ل ذا سكند ايتم باي ذا بروسيس كوستنج، كوست ار كومبايلد اون تايم بيزز، معتمد دايما بتجمع التكلفه على اساس الوقت، فبيقول لك ان التايم ده مهم جدا، فيري امبورتنت بالنسبه للبروسيس. وبيقول لي سيادتك ان البرودكت فور برودكشن فور ا جيفن اكاونتنج بيريود، وبيقول لي سيادتك ان وبتكون الانتاج ده بيكون بيتم فيه فتره محاسبيه معينه. For each process or departments، لكل عملية أو قسم. فهو بيقول هناك process costing إن هو عشان تحسب how to calculate the cost لأي process، بيجمع التكاليف بتاعت المراحل الإنتاجية، كل مرحلة لوحدها أو كل قسم بتحسب الكوست بتاعتها وفي الآخر بتعمل لها accumulated. طيب نمبر 3 بالنسبه للجوب اوردر، بيقول لك الفرق ما بين الجوب اوردر والبروسيس كوستنج. بالنسبه لنمبر 3 بيقول لك ان ذا نمبر 3 ذا فاريوس جوبس ار سيبريت اند اندبندنت اوف ايتش اذر. ذا فاريوس جوبس ار سيبريت اند اندبندنت اوف ايتش اذر، بيقول سيادتك ان الوظائف دايما الجوب اوردرز بتكون دايما مفصله سيبريت، وبتكون مستقله عن بعضها البعض. يعني ايه مستقله عن بعضها البعض؟ يعني هو بيقول سيادتك لما بتيجي مثلا سيت تشتغل على 2 جوب اوردر، ما ينفعش ان انت تشتغل على 2 جوب اوردر وتحسب الكوست بتاعتهم هما الاثنين على بعض، تعمل لها اكيوميليت. بيقول لك لا، انت كل جوب لوحدها تحسب الكوست بتاعتها. لو انت شغال على 2 جوبس يبقى انت تحسب الجوب الفيرست جوب تحسب الكوست بتاعتها، والسكند جوب بتحسب الكوست بتاعتها. ما ينفعش اعمل لهم في الاخر هما الاثنين اكيوميليتد، كل واحده منفصل عن الثانيه. اما بالنسبه لنمبر 3 للبروسيس كوستنج، بيقول لك ان البيجينج مانيفاكتشرد ان ا كونتينوس فولو برودكتس لوز زير انديفيديوال انتيتي. بيقول لك نظرا لتصنيع المنتجات بتكون في تدفق مستمر، وبتفقد المنتجات كيانها الفردي، ما ينفعش تكون لوحدها، لازم بتتجمع، عشان كده بيحصل لوس ليها، ان البرودكتس لوز زير انديفيديوال انتيتي، ان هي بتفقد المنتج نفسه، بتفقد المنتجات كيانها الفردي، ما ينفعش ان هي تكون لوحدها، بتتجمع. يعني ايه ما ينفعش تكون لوحدها؟ ان هي بتتجمع زي ما قلت لسيادتك ان كل مرحله من مراحل الانتاج خلاص لما بتيجي تحسب الكوست بتاعتها في الاخر بعملها اكيوميليتد عشان تحسب الكوست بتاعت، ما اقدرش ان انا احسب كل كوست المرحله بتاعتها لوحدها وخلاص وايدها، لا ما ينفعش. هو بيقول لك ان انت تعمل اكيوميليتد في الاخر، كل مرحله من مراحل الانتاج خلاص بتحسب الكوست بتاعتها وفي الاخر بعملها اكيوميليتد. فهو بيقول لك المنتجات نفسها بتفقد ان the products lose their individual entity، دايما بتفقد ال individual entity اللي هو كيانها الفردي، فهي على طول دايما بتكون مجمعه accumulated. تمام. نمبر 4 بالنسبه للجوب اوردر كوستنج، قال لك ان اليونت كوست اوف ا جوب از كالكوليتد باي ديفايدنج ذا توتال كوست انكارد انتو ذا يونتس برودوس ان ذا لوت اور باتش. بيقول سيادتك ان دايما عشان تحسب اليونت كوست او اي جوب عموما بتتحسب ازاي، بتاخد الديفايدنج التوتال كوست مالتي بلاي انتو ذا الايه اليونتس برودوس in the lot or patch. ده بالنسبة للجوب order costing. أما بالنسبة للprocess costing number 4، قال لك the unit cost of a process which is computed by dividing the total cost for the period after adjustment of
the opening and closing work in process is an average cost for the period. بيقول لي سيادتك عشان تحسب الـ unit of cost of a process عبارة عن أنت بتحسبها بتاخد الـ dividing الـ total cost ماشي وفي الآخر بت إيه بت وبتضرب وبعد كده بتحسبها على طريق الـ إيه is an average cost for the period. فهو بيقول لي سيادتك الكلام ده عشان تحسب الـ total cost لأي مرحلة لـ any process بتحسبها بعد after adjustment بعد لما بتتم المعالجة المحاسبية after adjustment في الورك ان بروسيس الاوبننج والكلوزنج الاوبننج اند كلوزنج الاوبننج اللي هي عباره عن البيجنينج والكلوزنج اللي هي عباره عن الايه الاندنج ورك ان بروسيس فهو بيقول لي سيادتك ان عشان تحسب التوتال كوست لاي بروسيس بتتحسب بعد لما بتعمل المعالجه المحاسبيه اللي انا وريتها لسيادتك المحاضره اللي فاتت ان المشكله عندك في الورك ان بروسيس الورك ان بروسيس عندك بتعمل لها معالجه في البيجنينج او الاندنج طبعا احنا المره اللي فاتت اخذنا بروبلم او اخذنا كيس ستادي عن الورك ان بروسيس في حالات لما بيكون عندك no beginning no ending فحالات لما بيكونش عندك no beginning no ending ازاي ان انت بتعالجها معالجة محاسبية ارجع للمحاضرة اللي فاتت على اليوتيوب على القناة وبص كده عليها على الكيس ستادي اللي حضرتك اللي احنا درسناها في البروسيس كوستنج وبتوضح لك كان ايه الفرق المعالجة المحاسبية ان انت ازاي بتعالج لاي بروسيس لما بيظهر في work in process عندك بتعالجها ازاي معالجة محاسبية نمبر 5 بيقول لسيادتك هنا للجوب اوردر كوستنج قال لك ان الكوست ار كالكوليتد وين A job is completed. بيقول لحضرتك عشان تحسب لأي cost لما في أي job order لأي job أول ما job بتخلص بتنتهي completed تبتدي تحسب التوتال كوست بتاعتها. أما بالنسبة للبروسيس كوستنج عشان تحسب التوتال كوست عبارة عن ماشي عبارة عن إن أنت بتجيب الكوست ار كالكوليتد at the end of the cost period. Costs are calculated at the end of the cost period. إن أنت بتحسب التوتال كوست لأي بروسيس أول ما البروسيس بتنتهي خلاص ببتدي أحسب الإيه التوتال كوست بتاعتي. ده الفرق ما بين الجوب أوردر والبروسيس كوستنج نمبر 5. ندخل بقى على نمبر 6. بيقول لي سيادتك there may or may not be any work in process at the beginning or ending of an accounting period. قال لك قد يكون او لا يكون بيكون عمل تحت التشغيل بدايه او نهايه خلال فتره محاسبيه خلال فتره محاسبيه يعني هو بيقول لسيادتك بالنسبه للجوب اوردر لما بيظهر فيه ورك ان بروسيس ما بتكونش فيه مي اور نو مي نوت ماشي يا اما بالناحيه المحاسبيه بالنسبه للجوب اوردر ما بيهتموش بيها قوي في الورك ان بروسيس اللي بتكون فيري امبورتنت قوي بالنسبه للورك ان بروسيس وبيتم معالجتها على طول فورا هي البروسيس فهتلاقي نمبر 6 بيقول لي ايه سيادتك ان البرودكشن بيجينج كونتينوس ذير از يوجوالي سام ورك ان بروسيس ات ذا بيجينج از ويل از ات ذا اندنج of the accounting period ان بيقول لسيادتك ان استمرار الانتاج عادة بيكون هناك بعض العمل في تحت التشغيل وبيتم معالجته لما وبيتم المعالجة بتاعته سواء كان في البيجينينج او الاندنج خلال الفترة المحاسبية اللي هو بيقول لسيادتك ان هو البيجينينج والاندنج اللي هي الاوبننج والايه والكلوزنج فهو بيقول لسيادتك ان الفرق ما بينهم هنا في الحالة دي في الجزء المتعلق في الورك ان بروسيس ان في الجوب اوردر ما بيهتمش قوي ما بيهتمش معالجتها بنسبة كبيرة تمام اللي بيهتم بيها كمعالجتها قوي هو الايه البروسيس كوستنج نمبر 7 بيقول لسيادتك ان there are usually no transfer from one job to another unless it is necessary to transfer surplus work or excess production بيقول لك عادة لا تكون هناك تحويلات من وظيفة لأخرى بيقول لك إن هنا في الجزء ده بيقول لك ما ينفعش إن أنا أحول من جوب لجوب يعني حضرتك لو أنت حسبت كوست هنا الجوب لأول لفيرست جوب وعايز تحول الكوست دي لجوب تانية ما ينفعش هنا في بالنسبة للجوب أوردر ما بيحصلش أي عمليات ترانسفيرز أي عمليات تحويل من إيه من from one job لتو another job Number 7 بيقول لي سيادتك as a product moves from one process to another transfers of cost from process to process are made بيقول لي سيادتك هنا ان ينفع مع انتقال المنتج من عملية لأخرى بيتم اجراء تحويلات التكلفة من عملية لأخرى يعني واحدة ينفع ان انا اعمل لها transfers والتانية ينفع ان انا اعمل لها moves ان انت تعمل لها transfers ان انت moves يعني تنقلها فهو بيقول سيادتك هنا من جوب لجوب بالنسبه from one job to another job بالنسبه للجوب اوردر كوستنج ما ينفعش ان انت تعمل لها نو ترانسفيرز اما بالنسبه للبروسيس كوستنج لما حضرتك تعمل ايه بقى تعمل one process to another process ينفع ان انت تعمل لها ايه ترانسفيرز
بالنسبة للكوست تحويل، يعني ينفع ان انت شغال على مرحلة معينة وينفع احول الكوست دي لمرحلة تانية، مفيش مشكلة. بالنسبة للبروسيس كوستنج ده الفرق ما بين الجزء اللي هو نمبر 7، الفرق ما بين الجوب اوردر كوستنج والبروسيس كوستنج. نمبر 8 بيقول لي سيادتك as such product unit is different and production is not continuous, more managerial attention is needed if proper control is to be exercised. بيقول لي سيادتك بما ان وحدة المنتج ده بتكون دايما في اختلاف مختلفة وبيكون الانتاج دايما ما بيكونش مستمر على طول، فبيحتاج الحاجة الى مزيد من الاهتمام الاداري علشان يريد ممارسة التحكم المناسب. فهو بيقول لي سيادتك عشان يقدر يعمل كنترول على الكوست على التوتال على الكوست، فبيقول سيادتك هنا في الجزء ده فما بيقدرش ان هو يتحكم تحكم كبير بالنسبة للجوب اوردر. بيقول لك as such product unit is different and production is not continuous، ما بيكونش الانتاج بيكون دايما في عملية مستمرة دايما، فبيقول لك فمن الصعب ان هو يقدر يتحكم في التوتال كوست لاي جوب اوردر. بس بالنسبة للبروسيس كوستنج يقدر، بالنسبة للبروسيس برودكشن يقدر ان هو يتحكم في الايه، في عملية الايه، في عملية التحكم في الإنتاج. فهو بيقول لك الفرق ما بينهم إن الأولانية هي في الجوب أوردر يقدر يتحكم، الأولانية ما يقدرش يتحكم في عملية الإنتاج في الإنتاج في أي جوب أوردر، في الأولانية ما يقدرش إن هو يتحكم يعمل كنترول تو ذا برودكت يونت، والتانية يقدر إن هو يعمل كنترول تو ذا بروسيس برودكشن. يعني الأولانية ما يقدرش يعمل كنترول على البرودكت يونت بالنسبة للجوب أوردر، والتانية يقدر إن هو يعمل كنترول على البروسيس ايه برودكشن. فهو بيقول لي سيادتك نمبر 8 او نقراها مع بعض، ان البروسيس برودكشن از ستاندردايزد اند از مور ستيبل، هينس كنترول اوف بروسيس اكتيفيتيز از كومباريتيفلي ايزي. بيقول لي سيادتك ان لما بيبقى في انتاج العمليه موحد وبيكون اكثر استقرارا، فبالتالي فان التحكم في انشطه العمليه بتكون امر سهل ايه نسبيا. بيقول لك اهو هينس كنترول اوف بروسيس اكتيفيتيز از كومباريتيفلي easy. فهو بيقول لي سيادتك هنا ده بيوضح لك الفرق ما بين what is the difference between the job order and the process costing. وطبعا ده سؤال مهم جدا وتبقى حضرتك تبقى عارفه، يبقى ايه الفرق ما بين the comparison between ما بين the job order costing and the process costing. طبعا هنا طبعا ده البروبلم اللي حضرتك انا شرحته لك مرة اللي فاتت كيس 1، ده اللي حضرتك انا شرحته لك في المحاضرة اللي فاتت. ان شاء الله احنا هناخد في كيس 2 المحاضرة النهاردة. في كيس 2 هناخد مع بعض نفس البروبلم، بس احنا هنشتغل على بروسيس واحدة، وحضرتك المرة الجاية هعمل لكم البروسيس التانية. نقرا كده مع بعض. بيقول لك assume the production in Ahmed planet produced after two process. هنا مديل المسألة عندك you have two process as follows. بيقول لي سيادتك هنا the delivered units for the last from last process، بالنسبة للبروسيس A وبالنسبة للبروسيس B عدد اليونتس المفروض اللي هو يشتغلها، ان هو يبتدي بكام يونتس، فهنركز النهاردة على بروسيس A. فهو بيقول لي سيادتك ان الستارت يونتس المفروض ان هو اليونتس اللي هو متكلف ان هو يشتغل في خلال المرحلة دي كام يونتس، 1000 يونتس. هو خلص منها كام الكمبليت يونتس، the complete units in this process 800 units. قال لك the units of work in process ending اللي اتبقى اللي لسه تحت التشغيل اللي لسه مخلص كام 200 units. خلص منها كام في المية 40%. قال لك 40% 40% ده اللي بيكون خلص من عدد اليونتس اللي ايه اللي اتبقى. بعد كده الخطوة اللي بعديها مدي لسيادتك الدايركت ماتيريال كوست، ومدي لك الدايركت ليبر كوست والاندايركت اوفر هيد كوست. وبيقول لسيادتك we consider the raw material addition in the first of costing period. طلب من سيادتك في required what is the production report of the two process and what is the costing report of the two process. النهاردة هناخد بس على one process بالنسبة لل production report، والمحاضرة اللي جاية هناخد على ال costing report. ده للفيرست process اللي هي process A. تعال نشوف اهو في السوليوشن، اهو الجدول اللي هو ظهر عند حضرتك على الشاشه اهي. هنقول نمبر 1 الايه البرودكشن ريبورت اوف ذا فيرست بروسيس. هتعمل البرودكشن ريبورت اللي هي التقرير اللي هي متعلقه بالبرودكشن يونتس اوف ذا فيرست بروسيس. فحضرتك انت كده هتعمل يو هاف تو ريبورت، هتعمل الريبورت الفيرست ريبورت اللي هي متعلقه بالبرودكشن يونتس، والسكند ريبورت اللي هي متعلقه بالايه بالكوستنج ريبورت. فحضرتك انت كده هتعمل تو ريبورت. الريبورت الاول
الاولانيه اللي هي متعلقه بتشوف عدد اليونتس اللي هتكون عندك قد ايه البرودكشن يونتس، والسكند ريبورت اللي هيكون متعلقه ريليتد باي ايه باي كوستنج. او نمبر 1 هنتكلم عن البرودكشن ريبورت اوف ذا فيرست بروسيس والبرودكشن يونتس اوف ذا سكند بروسيس. اهو واضحه قدام مع سيادتك على ايه، على الشاشه. هنعمل للفيرست وللسكند النهارده في نمبر 1 وات از ذا برودكشن ريبورت اوف ذا تو بروسيس. طبعا هو السكادجول اهو ظهر عند حضرتك على الشاشه، هتقول ايتمز عدد اليونتس اللي حضرتك اللي انت هتشتغلها، الاكتوال برودكشن باي كومبليشن بيرسنت الايه الانتاج الفعلي الانتاج اللي خلص، العدد الانتاج الفعلي اللي هو خلص بنسبه كام في الميه. فهو طبعا عشان يحسب الاكتوال برودكشن باي كومبليشن بيرسنت عباره عن ذات مينز الدايركت ماتيريال والكونفرجن كوست. الكونفرجن كوست اللي هي ذات مينز ايه يا شباب، اللي هي عباره عن الدايركت ليبر او دي اللي هي الدايركت، الدايركت ليبر والاندايركت ايه اوفر هيد. حضرتك الجدول اهو ظاهر عند حضرتك على الشاشه، هتقول الديليفرد يونتس اللي هي الستارتد هو بدا بكام، اهو هنمسك بروسيس ايه بدا بكام، ب 1000، فبالتالي هنا 1000، فبالتالي اهو عدد اليونتس المفروض اللي هيبتدي يشتغلها الستارتد اهو الستارتد يونتس اللي هي ذا ديليفرد يونتس 1000. يبقى كده معناه ان لسه مفيش اي مصاريف اتصرفت، مفيش اي فلوس لسه لغايه دلوقتي كبالنسبه للانتاج، انا ما صرفتش حاجه لغايه دلوقتي. فبالتالي يبقى هيظهر عندك هنا زيرو في الدايركت ماتيريال، وفي الكونفرجن كوست بالنسبه للدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد هتبقى زيرو. فدايما هنا بيقول لي سيادتك لما يبقى فيه delivered units لما انت هتبتدي الستارت 1000، يبقى كده معناه من وجهة نظر from the point of view by the actual production in completion percent بالنسبة للdirect material والconversion cost اللي هي الdirect labor والindirect overhead، هيبقى هنا سيادتك هتبقى 0 0. تمام؟ طيب هنا complete خلص كم منها؟ قالك the complete units كام؟ 800 يونتس. يبقى كده معناه ايه بالنسبه ل 800 يونتس؟ يبقى كده معناه من وجهه نظر from the point of view by the direct material and the conversion cost خلص نسبه الاكمال بنسبه كام في الميه؟ 100%. دي حاجه خلصت، ان هو بيقول لي سيادتك اهي بيقول لك انا خلصت كام، بيقول لك انت هتبتدي اللي ستارتد ب 1000. تمام، خلصت كام منها؟ عدد اليونتس اللي خلصت اللي هي الكومبليتد يونتس اللي هي ذات مينز الكومبليت يونتس اللي هي الفينيشد جودز، خلصت منها كام من الفينيشد جودز؟ 800 يونتس. وهو عايز يعرف من وجهه نظر الدايركت ماتيريال والكونفرجن كوست نسبه الاكتمال خلص بنسبه كام في الميه؟ الحاجه اللي خلصت خلاص انا خلصت 800 يونتس. فبيقول لك لما تلاقي كلمه كومبليتد، لما تلاقي كلمه completed units الحاجات اللي اكتملت، يعتبر نسبه الاكتمال بتاعها الرولز بتاعتنا بتكون نسبه الاكتمال 100%. فالقاعده بيقول لسيادتك ان هي بتكون نسبه الاكتمال بتكون دايما يا شباب كام في الميه؟ 100%. فهو طبعا هنا يبقى هنا طبعا يبقى ايه، يبقى المبلغ هينزل زي ما هو 800 بالنسبه للدايركت ماتيريال اهي، وبالنسبه للدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد 800 يونتس. فبالتالي يبقى المبلغ طبعا زي ما قلت المره اللي فاتت بالظبط، يبقى الكومبليت يونتس عدد اليونتس اللي اكتمل ال 800، يبقى من وجهه نظر فروم ذا بوينت اوف فيو، من وجهه نظر فروم ذا بوينت اوف فيو باي ذا دايركت ماتيريال اند كونفرجن كوست، كم في الميه البرسنتج بتاعتها؟ 100%، نسبه الاكتمال بتاعها بنسبه 100%. فبالتالي لما تكون نسبه 100% يبقى المبلغ اللي هو ظاهر عند حضرتك اليونتس الكومبليتد بتنقلها زي ما هي في الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والاندايركت اوفر، يبقى كده معناه ان نسبه الاكتمال اللي خلص من وجهه نظر الدايركت ماتيريال خلص بنسبه 100% يعني 800 يونتس، من وجهه نظر الدايركت ليبر نسبه الاكتمال 100% يعني 800 يونتس، نسبه الاكتمال من وجهه نظر الاندايركت اوفر هيد بنسبه 100% 100% 800 يونتس. طيب حضرتك هنا ده الكومبليت يونتس، ده الفينشد جودز، هو عايز يعرف الحاجات اللي لسه ما خلصتش الاندنج ورك ان بروسيس. تمام، الاندنج ورك ان بروسيس فاضل كام اللي لسه ما خلصش من ال 1000؟ انت خلصت منهم كام؟ 800، فاضل كام؟ 200 اهو 200. هو عايز يعرف من وجهه نظر الدايركت ماتيريال بالنسبه للاندنج ورك ان بروسيس خلص نسبه الاكتمال بنسبه كام في الميه، ومن وجهه نظر الكونفرجن كوست اللي هي الدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد خلص بنسبه كام في الميه. فالقاعده بتقول لك الرولز بالنسبه للاندنج ورك ان بروسيس، الحاجات اللي اتبقت ال 200 نسبه الاكتمال بتاعها من وجهه نظر فروم ذا بوينت اوف فيو باي ذا دايركت ماتيريال بتكون نسبه الاكتمال بتاعها الحاجات اللي لسه ما خلصتش بتكون 100%.
يعني هتاخد المبلغ اليونتس اللي اتبقى معاك وهتنقله زي ما هو. يعني هو بيقول لك ان نسبة الاكتمال الاندج وورك ان بروسيس، الحاجات اللي اتبقت اللي بتكون خلص منها جزئيا، من وجهة نظر الدايركت ماتيريال بتكون النسبة بتاعتها 100%، ومن وجهة نظر الكونفيرجن كوست بتكون خلص منها بنسبة كام في المية اهو. طبعا اللي ظهر عند حضرتك على الشاشة قد ايه اهي، كام خلص منها، كام 40 ايه، هو قايل لك اهي 40 ايه 40%. يبقى كده ان هو خلص بنسبة كام في المية، 40%، اللي هو 40 ايه 40%. طيب يبقى اهو هنرجع بقى هنا للاندنج وورك ان بروسيس. طبعا لما قال لك 40% هتتحسب ان هتحسبها ازاي؟ ها ال 40% هتاخد طبعا ال 200 multiply ال 40% ال 40 over 100، هتطلع طبعا الايه، هتطلع الايه المبلغ اهو 200 multiply 40 over 180. طبعا ده من وجهة نظر الكونفرجن كوست، اللي هي مرة هتعملها في الدايركت ليبر ومرة هتعملها في الاندايركت اوفر هيد. طبعا احنا المرة اللي فاتت انا عملتها لك الكونفرجن كوست على بعضها، هنا موضحها لك بشكل تفصيلي. يعني انت ممكن بدل ما تعمل الدايركت ليبر والاندايركت والاندايركت اوفر هيد كل واحدة لوحدها، انت ممكن تخليهم خانة واحدة ونسميها تحت مسمى الكونفرجن كوست. تاني المحاضرة، المسألة اللي فاتت اللي احنا طبعا المحاضرة اللي فاتت انا كنت كاتبها لك على انها خانة واحدة بنسميها تحت مسمى الكونفرجن كوست. يا اما اخلي الكونفرجن كوست تبقى واحدة وايه، وتبقى ان هما لو جيت تلاحظ هتلاقيهم هما الاتنين ايه متكررين، بدل ما تكررهم مرتين تكتبهم في حاجة واحدة وتسميهم تحت مسمى الكونفرجن كوست. ده صح وده صح، يا اما تكتبها كده دايركت ليبر اندايركت اوفر هيد، ونفس الكلام اللي هتكتبها في الدايركت ليبر هتكررها في الاندايركت ايه في الاندايركت اوفر هيد، دي حاجه دي صح. يا اما ممكن اخلي الدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد واسميها تحت مسمى واحد، تحت اي مسمى الكونفرجن كوست، وتبقى ايه وتبقى حاجه واحده، بدل ما تكرر الحاجه مرتين تبقى ايه تبقى حاجه واحده. فبالتالي طبعا يبقى كده معنى الكلام ده باختصار ان هو بيقول لك هنا بالنسبة للكمبليتد، هنعيدها كده لمجرد ناحية سريعة، الجزء اللي احنا طبعا شرحته لك دلوقتي هقولها لك بالعربي وبعد كده هقولها لك بالانجلش. بيقول لسيادتك لما بتيجي تستلم 1000 يونتس مطلوب منك عدد الوحدات وتكلفة كل منهم، وبيقولك وعلى هذا الأساس بيتم عمل تقرير لكل من الوحدات والتكاليف بتاعتك. يبقى حضرتك انت طالب منك ان انت هتستلم 1000 units ومطلوب حساب عدد الوحدات، عشان كده انت بتعمل ريبورت تمام لعدد الوحدات والتكلفة، وهتعمل ريبورت تاني خاصة بالتكلفة كل منهم. وبيقولك وعلى هذا الأساس بيتم ايه بيتم عمل تقرير لكل من اليونتس والايه والكوست. لذلك بيقول لك لذلك هنا في الحالة دي عند استلام ال 1000 units لا يوجد أي تكاليف. هنا في الحالة دي لما بتيجي تستلم ال 1000 units كده في الحالة دي ما بتكونش لا يوجد عندك أي تكاليف فلوس اتصرفت، ولا تكاليف دفعت خاصة تكاليف للمواد الخام، ولا تكاليف خاصة للconversion cost اللي هي متعلقة بالدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد. فبالتالي بتكون هنا في الحالة دي بتكون زيرو، بتكون دايما ايه زيرو. عشان كده هقولها in English here we have 1000 started units. Those units when delivered there were not any direct material cost or conversion cost. Conversion cost that means direct labor and indirect overhead. Where as they were just delivered so our direct material and conversion cost at this time was zero. يعني في الآخر هتبقى هنا those A was zero. بعد كده بيقولك لما بتيجي بقى تستلم خلاص كده استلمنا ال 1000 units بتبتدي بقى بتشوف الحاجات اللي خلصت. عندما تمت لما بتتم عملية الانتاج هنا بتصبح هناك وحدات مكتملة. الحاجات اللي خلصت كم منها من ال 1000 units 800 units، فكده معناه ان يعني ان بتكون بتتم تكلفتها بالكامل. يعني الحاجة اللي خلصت ال 800 units يبقى كده معناه ان بيتم تكلفتها بالكامل من المواد الخام وتكلفة التحويل اللي هي عبارة عن الدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد.
وبيقول لك فبتصبح كل وحدة من الوحدات بتكون بنسبة 100% من تكلفة المواد الخام و100% من تكلفة التحويل، اللي هي عبارة عن العمالة والتكاليف المباشرة. طيب نقولها in English: During the production, the completed units become 800 units, which means that these units have their own completed cost of direct material and convergent cost, so direct material costs are completed by 100%. Also, conversion cost completed by 100%. يعني انت بتكون نسبة الاكتمال بتاعها بتكون بالنسبة من وجهة نظر الدايركت ماتيريال بتكون بنسبة 100%، ومن وجهة نظر الايه الكونفرجن كوست اللي هي الدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد بتكون نسبة الاكتمال بتاعها برضو بنسبة كام؟ 100%. طيب اما بالنسبة للورك ان بروسيس، بتقول لك اثناء عملية الانتاج بتصبح هناك وحدات غير مكتملة، اللي هي الاندنج ورك ان بروسيس، وحدات غير مكتملة ما زالت تحت التشغيل، وبتكون فاضل كام؟ فاضل كام؟ او عندك 1000 اللي ستارتد، خلص منها كام؟ 800، فاضل كام؟ 200. فهو بيقول لسيادتك اثناء عملية الانتاج بتصبح هناك وحدات غير مكتملة وما زالت تحت التشغيل، وبتكون وهي ال 200 وحدة. وبيقول لك والوحدات المكتملة بتكون من حيث المواد الخام ولكن غير مكتملة من حيث تكلفة التحويل. من حيث المواد الخام ولكن بتكون غير مكتملة من حيث تكلفة التحويل، لتصبح نسبة الاكتمال هنا بالنسبة للمواد الخام بتكون بنسبة 100% ولكن تكلفة التحويل بتكون بنسبة 40%. نرى كده نقولها مع بعض in English. بيقول لك اترجمها لك in English، بيقول لك on the other hand there are some units work in process units which means that they are not completed by 100%, they completed by only 40%. يبقى note that very important. Also the work in process units have 100% of direct cost by only 40% of conversion cost. Conversion cost, that means direct labor and indirect overhead. And this become when we start to work on our delivered units. They take all cost of direct material, but when we need to conversion them into finished goods units, we cannot do so because our conversion cost only 40%. But the direct material is already in our work in process units, so we have. يبقى كده معناه ان هو so we have 1000 units. خلص منها 800 completed. That means من وجهة نظر from the point of view by direct material 100% and from the point of view by conversion cost 100%. وبعد كده ال work in process inventory from the point of view by direct material 100% and from the point of view by conversion for cost كام؟ 40%. يبقى كده معناه ان هو بيقول لسيادتك ان ال work in process الحاجات اللي اتبقت بتكون من وجهة نظر نسبة الاكتمال لل direct material بتكون بنسبة 100%، اما من وجهة نظر تكاليف التحويل ال conversion cost بتكون نسبة الاكتمال بنسبة كام؟ 40%. ان هو قايل لك هنا 40% على حسب ال percentage اللي انا بديهالك، اما اقولها لك 40 او اقولها لك 50 او اقولها لك 60، ايا كان النسبة هتاخد النسبة بتكون متعلقة بال conversion هنا بال conversion cost. يبقى التوتال يونتس كام بالنسبة هنا؟ او التوتال يونتس 800 plus 200 equal 1000. هنا بالنسبة للدايركت ماتيريال بتجمع التوتال دايركت ماتيريال، يبقى عندك 1000 بتجمع التوتال بتاع الدايركت الكونفرجن كوست اللي هي متعلقة بالدايركت ليبر، اهو 800 plus 80 يبقى 880. وبالنسبة للاندايركت اوفر هيد برضو متكررة زي الدايركت ليبر، 800 plus 80 يبقى دي كام؟ 880. تمام؟ يبقى حضرتك اهو عملنا نمبر 1 اللي هي البرودكشن ريبورت اللي هي خاصه بالفيرست بروس. نفس الكلام بالظبط، نفس الشغل اللي حضرتك هنغير الارقام، بدل ما هتشتغل على بروسيس A هتشتغل على بروسيس A B. نفس الريبورت بالظبط، ذا برودكشن ريبورت اوف، بدل ما هيبقى فيرست هيبقى ايه؟ سكند بروسيس. نفس الكلام بالظبط اهو. طبعا هنا الستارتد بكام؟ اهو هيبتدي ب 800 اهي، ال 800 طبعا ال 800 اللي ستارتد مش هيبقى فيه دايركت ليبر، مفيش دايركت ماتيريال، دايركت ليبر ان دايركت اوفر هيد. كومبليتد اهو خلص كام منها؟ 700 اهو 700. يبقى كده ال 700 من وجهة نظر الدايركت ماتيريال بتكون 100% زي ما هي، الرقم هتنزل زي ما هو، ومن وجهة نظر الكونفرجن كوست اللي هي الدايركت ليبر والاندايركت اوفر هيد ذا سيم يونت. والاندنج ورك ان بروسيس نسبة الاكتمال بتاعتها كام؟ الاندنج ورك ان بروسيس اللي بقى كام معاك؟ 100 100 اهي 100.
تمام. من وجهة نظر الدايركت ماتيريال بيكون نسبة الاكتمال 100% 100%، ومن وجهة نظر الكونفرجن كوست بنسبة كام في المية؟ قال لك هو مدي لك البرسنت بنسبة كام؟ 60%. اهو تاخد المية في 60% يبقى ايه 60، والتانية 60. نفس القصة اه التوتال، بتجمع التوتال يونتس اهو، وبعد كده بتجمع التوتال يونتس بالنسبة للدايركت ماتيريال، وبعد كده بتجمع التوتال يونتس بالنسبة للدايركت ليبر، وبتجمع التوتال يونتس بالنسبة للاندايركت ايه اوفر هيد. ويبقى كده النهاردة خلصنا أول محاضرة، شرحت لك what is the meaning of the process costing، شرحت لك ايه الفرق ما بين what is the difference between the job order costing وال process costing، واديتنا واديت لك مسألة ثانية كيس ستادي نفس المسألة اللي شرحتها لك المرة اللي فاتت شبيهة ليها بنسبة 90%، بس هنا طبعا المرة اللي فاتت انا كنت مدي لك process واحدة، النهاردة كنت مدي لك على انها two process. ان شاء الله بقيت التكملة للبروبلم اللي هي second required اللي هي what is the costing report of the two process هشرحها لك ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بإذن الله. يبقى النهاردة أنا شرحت لك هي أو عملنا مع بعض البرودكشن البرودكشن يونتس باي ريبورت اللي هي متعلقة ببروسيس A وبروسيس B. إن شاء الله المرة الجاية هتعمل السكند ريبورت اللي هي متعلقة بالكوستنج بالنسبة للتو بروسيس اللي هي البروسيس A وبروسيس مين وبروسيس B. وشكرا.